ولحد الآن ما حصلت مشكلة، يعني ما حصل انفجار أي حقيقي. أمم نعم، وأني أعتقد ولا أستبعد أن هناك ظرف قادم صعب ينتجه أو تنتجه حالة الصراع بين إسرائيل وغزة الصامدة. لا أستبعد أن هناك وضعا شاذا سيحصل في المنطقة، قد نحتاج هذه الفصائل شخصيا. وضعا شاذا سيحصل في المنطقة ونحتاج إلى قد نحتاج إلى هذه الفصائل. العدوان الحكومة وين الدولة؟ أنا قلت شاذ الوضع، الوضع شاذ. والحكومة لا تستطيع أن تواجه الشاذ، الفصائل تستطيع أن تكافح الشاذ ممكن، وفقا لأي نظرية؟ ممكن جدا. أي ما لا تجيده الدولة يجيده غيرها، ممكن. يعني كل الأنظمة أحيانا، أنا أتمنى أن يكون يعني أن ينتهي هذا الموضوع، أن ينتهي، وهو الرجل ماضي في هذا الاتجاه، وهناك قنوات حوار بينه وبينهم، ودليل نجاح هذا الحوار أن ماكو انفجار حصل بيناتهم، ليش ماشي الأمور. خليني حتى أفتهم منك، فسر لي الوضع الشاذ القادم الذي تخشى وتحذر منه، ما افتهمته؟ لا أستبعد أن إسرائيل بدعم أمريكي أوروبي تتمادى وتعبر غزة وتصل إلى دول الجوار وتخلق أوضاع شاذة تصعب عليها السيطرة، ولذلك نحتاج إلى نظام العصابات للتعامل مع المعطيات. أقول قد نحتاج، وأنا هم أقول قد نحتاج. نعم أنا معه. وحينما نقول هذه عصابة، ترى هو مو تسمية مذمومة، لا، العصابة تأتي من العصبة. لا لا، العصبة. نعم أحسن. أي. مو الـ هذا المصطلح الاستعمال ماله يثير إلى الذهن عصابة. يعني بس هي من مفهومة أنت طالما، مو عند الكل، عند لا. النخبة مفهومة. أي. أي. يعني أنت طالما تحمل نعم. خيار في الدفاع عن خيار وطني، المسميات ليست مهمة. تمام.